جورجينا خلاص بقت بنت بلد، بقت سعودية تماما وبتجهز نفسها للعيد بملابس جديدة. ايه حكاية جورجينا مع سيدات السعودية؟ ازاي اتعلمت منهم العادات والتقاليد؟ والاهم ايه رأيها فيها؟ كل ده واكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده، شاركوني للفيديو للاخر. جورجينا خلاص بتجهز نفسها للعيد وبقت واحدة من سيدات السعودية، بقت عاداتهم عادتها وتقاليدهم تقاليدها، وراحت تشتري فستان العيد، فستان بقى ايه او عباية مش فارقة، المهم انها بقت زي سيدات العرب بيستعدوا للعيد بملابس جديدة. من كام ساعة انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لجورجينا صديقة رونالدو وهي في مول سعودي مشهير بتشتري ملابس. من اول ما انتشر الفيديو والسعوديين علقوا عليه وقالوا ان جورجينا صديقة رونالدو بتجهز نفسها للعيد وبتجهز العيد، معناه انها هتشتري ملابس جديدة وتروح بيوتي سنتر او اي حاجة من بتاعة السيدات دي تجهز نفسها. اللي شغل الجمهور شوية واللي خلاص بسطهم هو الكلام ان جورجينا بقت خلاص اتطبعت بطبع السعوديين والعرب عموما، يعني هي خلاص بقت تحط عطر سعودي وبقت تتعامل معاملة سعودية مع كل الناس اللي موجودين هناك حواليها، فاضل بس طريقة لبسها انها تلبس ملابس ملتزمة اكتر زي اللي بتلبسها سيدات المجتمع السعودي الكرام. دي برضو الجزئية اللي شغلت السعوديين شوية خلال الساعات اللي فاتت. سيدات السعوديات على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يتكلموا عن توقعهم لللبس واللي اشتريته جورجينا النهاردة من المول واللبس واللي خلاها تجهز نفسها بي للعيد. في اللي قال انها شارك عادتها فستان على الموضة الاوروبية والمجتمع المفتوح اللي دايما بتحب تعيش هي ورونالدو هناك. في برضو اللي قال انها خلاص بدأت تمشي على عادات وتقاليد سيدات المجتمع السعودي، ودول طبعا ملتزمين بالعباية واللبس الكامل المحترم، وده معناه ان جورجينا هي كمان هتلبس لعباية سعودي على الطريقة السعودية، عباية مغطية اغلب جسمها كله ومش كاشفة عنه حاجة خالص. السؤال التاني برضو، هي جورجينا دلوقتي صاحبة رونالدو هتخرج فين في العيد؟ هل هيبقى ليها مكان يعني تتحرك فيه في فترة العيد زيها زي استاد المجتمع السعودي ولا هتعمل ايه؟ جورجينا صديقة رونالدو موديل عالمية وواحدة من الفاشونيستا الكبار جدا في العالم، في حال هتفضل في فترة العيد في المملكة العربية السعودية ولا هتاخد نفسها ورونالدو السعودي وباقي الأسرة ويطلعوا يقضوا أيام أجازة العيد برا؟ جورجينا صديقة رونالدو العين عليها دلوقتي بما انها قاعدة مع رونالدو في المملكة العربية السعودية، وهي كمان تعتبر من المشهورين جدا في السعودية وليها متابعين كتير زي النساء السعوديات اللي بيتابعوها وبيشوفوها بتلبس ايه وازاي وبتعامل ازاي علشان يكون فيهم شبه منها شوية بما انهم مشهورين جدا. بالمناسبة بمناسبة بقى ملابس العيد، في اخر فستان ظهرت بيه جورجينا كان فستان عربي على حسابها على انستغرام وظهرت فيه اطلالتها انيقه ولافته. اطلقت جورجينا على متابعيها مرتديه فستان انيق باللون الاسود بتصميم بسيط وناعم بيكشف عن جمالها ورشاقتها، ويقال وفقا لموقع صدى البلد الاخباري ان بلغ سعر الفستان بتاع جورجينا ل 10539 ريال سعودي، اي ما يعادل 134352 جنيه مصري. في النهايه انتم ايه رايكم بقى في سعر فستان جورجينا اللي اشتريته ده؟ ايه توقعاتكم لسعر الفستان الجديد بتاع جورجينا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.